بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد الساده المشاهدون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فقد يحسن بعد ما قدمناه في الحلقات الخمس الماضيه ان نعود الى تسليط الضوء على مظاهر وسطيه الاسلام عقيده وشريعه بشيء من التفصيل في العرض والاستدلال والرد على الاعتراضات ونبدا ببيان ذلك فيما يتعلق بشريعه الاسلام او تشريعات القران الكريم وهما اسمان مترادفان على معنى واحد هو الشريعه التي نزل بها القران الكريم ويجب ان نذكر منذ البدايه ان شريعه القران شيء وما نشا عن تاملها وتدبرها من فقه وراي واختلاف في الراي شيء اخر والشريعه هي التي نقصدها حين نقول انها صالحه لكل زمان ومكان وليس اجتهادات الفقهاء التي قد نحكم على بعضها بانها كذلك وعلى البعض الاخر بانه مضى وانتهى بانتهاء عصره وأوانه وأيا ما كان الأمر فإن علماء الفقه وأئمته العظام بعد أن استقرأوا أحكام الشريعة وتكاليفها وقضاياها وجدوها تقوم على أسس ثلاثة الأساس الأول عدم الحرج ومعناه أن الله تعالى لا يكلف الناس الا بما هو في استطاعتهم وطاقتهم وميسور امورهم وانه لا يطلب منهم ما يسبب لهم عسرا او ارهاقا او مشقه غير عاديه يصعب تحملها وقد نص القران الكريم على هذه الخاصه في ايات كثيره منها قوله تعالى يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر لا يكلف الله نفسا الا وسعها يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج الى ايات كثيره كما حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تثبيت هذا المعنى في وعي امته في اكثر من حديث منها قوله صلى الله عليه وسلم ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا وقاربوا ومعنى سددوا افعلوا ما هو صواب دون افراط ولا تفريط ومعنى قاربوا إن لم تستطيعوا العمل على أكمل وجه فلا يصيبنكم الإحباط ولكن اعملوا ما يمكن أن يكون قريبا من المطلوب وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وما عرف عنه في السنة العملية من أنه كان يحب التخفيف واليسر على الناس وكان يقول بعثت بالحنيفية السمحة ومن خالف سنتي فليس مني والحنيفيه هي دين ابراهيم عليه السلام وشريعته التي لا تشوبها شائبه انحراف في الاعتقاد ومعنى السمحه البيضاء النقيه التي لا حرج فيها ولا مشقه اي بعثت بشريعه واضحه سهله فمن خالف طريقته صلى الله عليه وسلم بان شدد او عقد فليس من المتبعين له صلى الله عليه وسلم ولا من المنتسبين لما بعث به من الرفق واللين والتساهل مع الخلق. المشاهد الكريم تدلنا هذه النصوص الواضحه وضوح الشمس على ان جوهر الشريعه الاسلاميه ولبها هو اليسر والسماحه ورفع الحرج والمشقه وان هذا الامر منصوص عليه نصا صريحا في القران الكريم والسنه المطهره ومن هنا وجب على كل من يخاطب الناس في اي امر من امور هذه الشريعه ان يراعي هذا المعنى الجوهري وان يعلم ان الامر ليس متروكا لكل من هب ودب ممن يشعرون بنشوه التشديد على الناس وتخويفهم وترويعهم ويتخذون من دون ذلك منهجا ثابتا في خطبهم ومواعظهم وفتاواهم ويظنون انهم بذلك يقربون الناس الى الله تعالى ويردونهم الى دينه وشريعته غافلين او متغافلين ان هذا المنهج في الدعوه الى الله تعالى والذي يعرج على ساق واحده هي ساق الترهيب دون الساق الاخرى ساق الترغيب فيما عند الله من حسن الثواب ومن النعيم المقيم هذا المنهج وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بانه منهج فتنه ووصف دعاته بانهم فتانون ومعنى الفتنه تنفير الناس من اداء التكاليف وتشجيعهم على الهروب من العباده بسبب ما يقترفه هؤلاء الفتانون في دين الله سبحانه وتعالى يروي الامام البخاري في صحيحه ان معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه اماما فصلى بهم العشاء مره وقرا سوره البقره ومعلوم ان سوره البقره تستغرق اكثر من ساعه بحساب اليوم فقام رجل وانصرف من الصلاه وكان معاذا رضي الله عنه عاتب هذا الرجل وانبه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لمعاذ فتان 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 ثلاث مرات ثم امره بان يقرا بسورتين من اواسط المفصل وفي بعض الروايات قال له اقرا بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلى ونحوها وقد علل شراح الحديث صحه انصراف الرجل من الصلاه بأن التخفيف في الصلاة حكم شرعي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مخالفته بالتطويل معصية، ومخالفة العاصي جائزة، فلا طاعة لإمام يطيل في صلاته، لأن فعل هذا الإمام معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال والله يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة الغداء من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة ولنا ان نتدبر هذه التشريعات النبويه الصريحه في ضوء ما درج عليه كثير ممن يؤمون الناس في صلواتهم ويطيلون القراءه ويترنمون فيها ويمعنون في التغني بها تقليدا لائمه اخرين وطلبا للذيوع والشهره وانتشار التسجيلات وان كثيرا من المصلين وراءهم لا يتحامل على نفسه مما به من ضعف او كبر او مرض شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته